يعتاد على وضعه الموجود فيه، ورأس المركبة الخرطومي أو المخروطي هو جاهز للالتحام. الآن نستطيع فتح هذه القطعة الأمامية من المركبة وإلحامها بالمحطة الدولية. الآن هذا اليوم يوم تاريخي، القصة بدأت وتستمر لي. بما أن الفريق وصل إلى طريقه المخصص إلى المحطة الدولية في مركز الجوش للفضاء، كيف تسير الأمور عندك؟